السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندس هشام أحمد. هبتدي درس دي إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سوليد وورك سيرفيس. درس النهاردة هناخد فيه اللوفت سيرفيس. هنيجي مثلا هنرسم في التوب بلان وأقوله سكتش وأرسم دايرة بالمنظر ده كده، دايرة خطرها مثلا 100 وأقوله صح وأقوله اكزيت سكتش، وهاجي من رفع الجيومتري هنا وأحدد بلان وهعمل بلانين اتنين يوازوا التوب بلان، تمام، كل واحد على بعد 50 مثلا، واخليه مثلا عددهم 2، خليهم مثلا على بعد 100 واقوله صح. اجي ارسم على البلان الاولاني ده واقوله سكتش وارسم عليه الاول دايرة تانية صغيرة، او اخليها مثلا بدل دايرة اخليها مستطيل center point rectangle مثلا 50 × 50 مربع مثلا 50 × 50 بالشكل ده كده، اقول لوك ذا سكتش وهرسم بعد كده على البلان ده دايرة زي الدايرة اللي تحت قطرها 100، تمام، واقول له اكزيت سكتش، وهاجي بعد كده بقى السيرفيس قائمة السيرفيس اقول له لوفت سيرفيس وهعمل لوفتنج ما بين ده وده وده حاجة بالمنظر ده كده. هيطلع لي نفس النودز اللي كانت بتطلع لي في السيرفيس العادي برضو، ممكن اتحكم فيها مثلا كده، لو هقدر اتحكم فيها اتحكم بالمنظر ده واقول له مثلا صح على كده، هيطلع لي حاجه بالمنظر ده. ده سيرفيس طبعا مفرغه من جوه، نفس الاوامر بتاعه الاكسترود العادي، هي نفس الاوامر بتاعه السيرفيس لحد دلوقتي مفيش اي اختلاف. اخدنا كده الاكسترود، اخدنا الريفولف، اخدنا السويب، اخدنا اللوفت. الدرس الجاي ان شاء الله هناخد البلانر سيرفيس وهنشوف ايه الاختلاف ما بينه وبين الباقي ان شاء الله. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار في اللي فاتوا كلهم يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك learnsworks arabic وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. شوفوا الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.